اللي عجبني في الجماهير انه مش بس بيتكلموا على جمال الملعب والتطورات والتطويرات اللي حصلت، لا كمان في كلام كتير على انه قد ايه فاهمين الفتره اللي جايه صعبه جدا، وعلى قد ما فعلا في عدم رضا عن اداء النادي في الكام المباراه اللي فاتوا عن اداء النادي الاهلي، الا انه شايفه تعليقات كتير من جماهير النادي الاهلي: يا رجاله احنا في ظهركم، احنا معاكم، احنا ورا الفريق ده، الفتره اللي جايه مش سهله، كل ثلاث ايام حرفيا مباراه بتتكلم على مش بس على مستوى افريقيا وان انت بطل افريقيا وخلاص داخل على مرحله الحسم، لا كمان على انت هتلعب النصر في كاس مصر، ويعني كلنا عارفين مباريات الكاس، مباريات الكاس دايما مش سهله، دايما خلاص خروج المغلوب دي معروفه بيبقى فيها حتى نوع من الحظ، فمباراه مش سهله محتاجه تركيز كبير جدا من النادي الاهلي، بعديها مباراه القمه بين الاهلي والزمالك، بعديها سموحه، يعني انا بتكلم ان في كل بعد كل ثلاث ايام مباراه مهمه وصعبه بالنسبه لنادي الاهلي، ففي حاله من الدعم من جماهير النادي الاهلي، لان زي ما قلنا قبل كده الفتره اللي جايه محتاجين الفريق يكون زي القطر، يعني عايزين الحقيقه عايزين فوز في كل المباريات في كل البطولات، وده بيخلينا زي ما احنا مستنيين منهم افضل حاجه، بس برضو ما نضغطش لانه في فتره صعبه وفي ضغط كبير وفي طالعين من موسم في موسم، يعني بطولات كتير ورا بعض يا احمد.